تست 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 واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة. مين ده؟ ده دبدوب يا باشا. انزل. ما منعوا الدباديب بعد الثورة ولا ايه يا كومات؟ شكلهم كده. الكوتش اللي باش. كنت جايب دبدوب لندى والظابط غزو. ندى مين؟ ندى خطيبتي. طب وجايب معاك خطيبتك ليه؟ انت لسه مش مستوعب برضه ان الرحله دي كلها علشان خاطر ندى؟ انت هتفضل شايل المعزه دي على رجلك كتير؟ قلت لك 100 مره اسمها ندى. ندى وندى مزاجها كده يا عم، بتحب تقعد جنب الشباك. مش زي ناس مش عارف تتصرف في عربيه، واقف عمال تعمل كده وخلاص. ندى انا بسمع اصوات غريبه، انا بس اللي بسمعها. ده انت طلعت نصيبه يا ابراهيم. الصمت احسن صوت. هو الصمت ليه صوت يا عم الحاج؟ طب يا عم تسد ودنك وخلاص. يا ريت كان ينفع يا علي. ولا يا علي خد. وانتوا بقى يعني يوم اجازتكم كده بتلفوا في مصر دغيتوا النسوان المخطوفه اللي زي حالاتي؟ تقدري تقولي كده؟ ما تشد نفسك كده يا واد وتسترجل بدل ما انت فاضحنا في الحته كلها. هي ندى كده بتعرف حاجات لوحدها. ايه؟ ايه؟ يعني ندى كدابة؟ أنا بحب ندى ياما. يا ندى! ارجع يا علي! استنى أنت هنا. ليه؟ ندى هتخش الحمام. نعم، مش واخد بالك أصلاً إن ندى دي عريانة مالك؟ ها، خلصتي؟